السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى النهارده الفيديو خفيف قوي كده، بس انا قلت اوريكم كده الحاجات اللي جايبينها حريم عمامي. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، ام ربنا يشفيها يا رب ويعافيها، كانت عاملة رجليها اتوقعت فكانت مجبساها. فالمهم اول طبعا احنا ام ما بتحبش يعني عشان تتعب، ما بتتحبش تتعب الناس وكده. فالمهم راحوا عرفوا كده يعني سبحان الله. المهم ان الخبر وصل لهم ان امي عامله رجلها مكسوره ومتجبسه. فاول ما عرفوا على طول بصراحه كلهم جو يجروا عشان يطمنوا عليها. فطبعا كل اللي جاي من حريم عمامي واللي عرف منهم جايين طبعا وشايلين ومحملين عشان خاطر يطمنوا على امي ويزوروها. فطبعا تعالوا اوريكم، ربنا يا رب يحفظهم وما يتدخلش على حد اي حاجه وحشه، ويشفي كل مريض ويعافي كل حد يا رب. فطبعا هم طبعا جايين، فجايين بقى كل اللي جاي محمل عشان خاطر يطمن على رجل امي، هي ربنا يعافيها يا رب، وعمامي وولاد عمامي. فكل اللي جاي طبعا جايب حاجات معاه عشان خاطر يطمنوا عليها، وزعلوا خالص طبعا ان هي ما كانتش معرفة حد ان هي تعبانة او رجلها مكسورة ان هي مجبساها. المهم فتعبين نفسهم والله، وجايبين وهم شايلين. ربنا يا رب ما يدخل على حد حاجة وحشة يا رب، ويحفظهم جميعا يا رب ويبارك فيهم. بصوا بقى طبعا كل اللي جاي، فجايبين بقى طبعا معاهم، بصوا اللي جايب دي، هاتي كده يا نورهان، كلهم جايبين طبعا اللي داخل. بصوا العصاير اهي، عصير التفاح ديت، عصير تفاح برضو بالفواكه اهو. طبعا اللي جايب عصير بالشكل ده كده، ده عصير تفاح. واللي جايب برضو منهم باكيتات حاجه ساقعه اللي هي سفن وسفن وبيبس، واللي جايب منهم عصيرات، وبرضو ديت اهي باكيته عصير تانية. طلعيه اهي، ده عصير برضو اللي هو عصير جهينة، بس دوت جوافه، دي جوافه، وده عصير بالفواكه. وما كانوش والله يتعبوا نفسهم، ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم كلهم وما يدخل على حد اي حاجه وحشه. ودي برضو اهي، دي برضو باكيته عصير، دي عصير برتقال برضو. انت محيركيش غير العصير ده، هاتي كده الباكيتات التانية دي. ده برضو عماد ابن عمي برضو هو اللي جايبه، واسماعيل وابو ضيف وكرم عصير مانجا، وكلهم والله. بصوا ده عصير مانجا، ايوه هاتي التاني ده كده. طبعا دي العيال فتحوها وقعدوا يطلعوا منها. بالروح يا حبيبتي اهي، طبعا دي العيال فكوها، دي برضو عصير جوافه، ودي برضو برتقال، معظمه جايب عصير برتقال وعصير جهينة كمان اللي هو انضف حاجه. ودي برضو افتحي كده، دي باكيتة سكر يا جماعه. وطبعا اللي جاي جايبين برضو باكيتة اهي، دي باكيتة سكر، ودي برضو كياس سكر وعليها شاي كمان، جايبين معاها شاي اهو اهو، وبرضو ده سكر اهو، ودي باكيتة سكر برضو اهو، وديت عصير برضو، ده عصير اهو، عصير وبيبس. طبعا العيال ما لقوا الحاجه فبيبعطروا بقى فيها، شربوا كتير. طلعي كده يا جنى، اه ودي ازايز برضو بيبس اهي، ديت بصراحه اللي هي الحاجات لما حد بيكون عيان، حد مثلا اهو ده كده الحاجات اللي جابوها، لما طبعا هي دي الزواير يعني، لما يكون حد مريض ربنا ما يجيب لحد مرض ولا اي تعب، هي دي الزواير اللي بنوديها يعني، ربنا يا رب ما يجيب على حد حاجه وحشه ونروح لهم في الفرح ان شاء الله. فهي دي الحاجات اللي ايه المعتاد ان اللي بتتاخد للواحد العيان او المريض.
ربنا ما يجيب لحد حاجة وحشة وبس. خلاص انا ايه كده قلت اعرفكم الحاجات اللي بتيجي، وربنا ما يجيب لحد حاجة وحشة يا رب، وربنا يحفظهم جميعا ويفرحهم بأولادهم يا رب. وكده عملنا لهم بقى الفطار عشان خاطر يفطروا اهو. ده بص طبعا دي فطاره ودوت بيض، وادي الفطار بتاعهم اهو اتحطينا له عشان يفطروا بسرعه. طبعا البطاطس دي يا جماعه نوعها مش حلو، لان بص من اول ما بتتحط في الزيت بتتحرق على طول، فنوعها مش حلو خالص. طبعا البيض وانا بسلقه بحط عليه معلقه ملح عشان خاطر لما نيجي نقشره يتقشر بسهوله. ودي البصارة، حد بقى يعرفها البصارة ولا ما تعرفهاش؟ اللي يعرفها يقول لي. بمجرد لسه كنا حاطين الصينية بتاعة الفطار، بصينا لقينا نورة مرات اخويا منزلة فاصوليا اهو. بصوا لسه الاكل سخن مولع. طب هنوديه فين ده؟ وادي رز، وعاملة كمان بصوا لحمة. طب هما لسه فاطرين. يلا يسلم ايديها اهو. هما كده كل واحدة منهم اللي بتطبخ بننزل كده بالصواني اهي. يسلم ايديها.